النهاردة أحكي لكم حكاية صحصح الحصان الرهوان. كتير يسمع عن كلمة رهوان ولكن مش عارف معناها. جالي تليفون، أنا حمادة سامي من السبتية وبحبك جدا يا دكتور، ولكن عندي مصيبة لحقني. صوته كأنه كان بيبكي ومفزوع فزع كبير جدا على حصانه، وطبعا انتوا عارفين موقفي ناحية الخيل الكرو، ولكن أنا جاي أقول لكم النهاردة نموذج مضيء في عربيات الجر، الحصان صحصح وصاحبه حمادة. من صوته حسيت قد ايه مرتبط بحصانه، وهنا سألته السؤال المعتاد، انت عايز تعالجه عشان تشغله تاني؟ قال لي لا والله، بس ياكل ويشرب ويعيش معايا، ما اقدرش اعيش من غيره. الرجل اليمين اللي قدام مع الرجل اليمين ورا، والرجل الشمال اللي قدام مع الرجل الشمال ورا في نفس الخطوة، هو ده الرهوان. بيعمل نوع من الاستقرار والثبات احسن من الخطوة العادية للحصان. خطوة الحصان العادي رجلي اليمين اللي قدام مع رجلي الشمال اللي ورا والعكس، طريق التدريبات بيقدروا يعدلوها. المهم نرجع لموضوعنا، ده الكسر. شايفين رجل الحصان مكسورة بالكامل، ولما عملنا اشعة المنظر سيء جدا جدا، وبعدت على طول الفريق الطبي الدكتور محمد المنزلاوي والدكتور عمرو، وراحوا الحقيقة قالوا لي الوضع كذا كذا. قلت لهم يلا بينا نتوكل على الله ونبتدي، وعملنا له الجبس اللي انتوا شايفينه ده. عملنا له جبس يخلي رجل الحصان مفرودة مش قاعدة مظبوط، عشان نحاول نضم العظم على قد ما نقدر. وطبعا الحصان مش قادر يحطها على الارض ومتأذي جامد جدا، وصاحبه كمان. لو اقول لكم كم الحب والعشق اللي صاحبه بيحبه له والله ما هتصدقوا. هنا الحصان بيشاور على رجليه، بيقول لصاحبه وجعاني اتصرف، والتاني الحقيقة يعني لو قلتلكوا بيبكي عليه يوميا مش هتصدقوا، ولكن ده اللي أنا عشته. وبعد شهرين الحصان بدأ يحط رجليه على الأرض، ولكن بيزحف زي ما انتوا شايفين، والجبس طبعا اتبهدل بهدلة جامدة. ودي حاجة بنتعرض لها مع الخيل للأسف، ان هما بيحبوا يلعبوا في الجبس ويبتدوا ياكلوه بسنانهم ويتسلوا فيه، ولكن الحمد لله كان ثابت ومثبت العظم. وحمادة بعت لي الفيديو قال لي ايه رأيك يا دكتور؟ قلت له ان شاء الله خير، ده يعني كرم كبير جدا من عند ربنا. الكسور في الخيل نسبة علاجها بتكون ضعيفة جدا، محتاجة توفيق كبير جدا من عند ربنا، ومحتاجة رعاية لا توصف. وطبعا لازم التدخل الاول من الطبيب يكون تدخل محترف وعلى اكمل وجه، ما يكونش فيه اي احتمال للغلط. احنا هنا توكلنا على الله، ومن حب صاحب الحصان لصحصح حسيت ان الحصان هيصحصح، وقررت ان احنا نغير الجبس ونجبسه تاني، والمرة دي جبسناه على وضع مظبوط. رجل الحصان قاعدة على الارض زي ما انت شايفين، والجبس جديد وكل حاجة مية مية. الطبقة الخارجية خضرة والطبقة الداخلية حمرة، وان شاء الله باذن الله يومنا هيبقى ابيض. وجينا نبص عليه تاني كمان 4 شهور، حمادة بعت لي الفيديو قال لي الحمد لله الخطوة احسن بكتير يا دكتور. قلت له ده كرم من عند ربنا يا حمادة. كتير قوي بيكون عندنا حالات بجد مستحيلة، تفتح الكتب يقولوا لك دي تتقتل او تتعدم او دي ملهاش علاج، تشوف العلم يقول لك العلم مش شايف اي حل للموضوع ده، وده بعد 5 شهور. ولكن الناس بتنسى ان ربنا موجود. اسعى دايما في المرض، حاول، عافر، لا تفقد الامل، وربنا دايما بيجيب الخير. الحصان بعد 5 شهور اتحسن جدا جدا، خطوته بقت مرتاحة اكتر، شيء لا يصدقه عقل ولا منطق، ولكن هو معجزة خالصة من الله. العظم لقم في بعضه وعمل زي كورة كده، ولكن الحصان مرتاح والألم قل عليه جدا، وبدأ يحط رجليه على الارض، وان شاء الله هيكمل. حمادة قال لي ايه رأيك يا دكتور؟ قلت له خير كبير جدا. والنهاردة بعد 7 شهور الحصان رجع تاني لحياته المعتادة، ولكن مسارات فقط، قدامه فترة تأهيل كبيرة، مش أقل من 4 شهور كمان عشان يقدر يبذل الجهد اللي كان بيبذله زمان. وطبعا لازم الموضوع ده يتاخد تدريجي، ولكن أنا متفائل جدا إن صحصح هيرجع بطل زي ما كان. ولو أنتوا فاهمين إن حمادة بيشغله فلأ، حمادة هوايته وعشقه إن هو بس يجره بالعربية ويفضلوا يتمشوا مع بعض في شوارع القاهرة وينسى الدنيا.